نعم شهد، نعم هبة، دائما الحمد لله الوقفات والإنجازات من محافظة المفرق تبشر بالخير من خلال ما تقوم به العديد من المؤسسات وخصوصا الجمعيات. متابعة لما تحدثنا قبل قليل عن أبرز المشاريع النموذجية والإنتاجية لسيدات محافظة المفرق من خلال جمعية عبق الفردوس الخيرية، للمزيد أكثر في هذه الجولة الميدانية داخل هذه الجمعية نتعرف عليكي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. اسمي غاندي مصطفى من محافظة المفرق. بلشت أعمل مشروعي بسبب جائحة كورونا، صار في عنا كتير صعوبات بالدخل، فحبيت أنا أمن دخل جديد لبيتي لأولادي، وبلشت بصنع المخللات بالتنسيق مع الجمعية اللي أمنتنا مبلغ بسيط نبلش فيه بالمواد الأولية، وساهمت كمان بالتسويق الإلكتروني إنا لحتى أن إحنا نزيد دخلنا اليومي والشهري كمان. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. نعم نلتقي الآن. الله يعطيك العافية، نتعرف عليك. الله يعافيك، ريما الشرف. ريما، تحدثينا عن أهمية الدورات اللي بتنظمها الجمعية ومدى استفادة الفتيات من هاي الجمعية. إحنا جمعية خيرية قمنا على تأسيس برامج ودورات تدريبية للسيدات عشان جائحة كورونا. في منها دورات عملناها أونلاين، وفي منها دورات عملناها بمقر الجمعية عشان نمكن السيدات لسوق العمل. أنت بتعرف الظروف اللي بتمر في هالبلد، ومش الكل موظف، مش كل بيجي دخل، فاشتغلنا على تدريب السيدات على مهارات مختلفة، منها الغذاء، منها الصحة، منها العلاج، منها المخللات، الحلويات، وهيك بلشنا بالتسويق. بعد ما خلصناهم الدورات التدريبية أعطيناهم منح صغيرة يشتغلوا فيها، بلشنا بالتسويق، شبكنا مع سوق فن، سوق فرن، سوق جو على التسويق الأونلاين، وفتحنا لهم بازارات داخل مقر الجمعية وخارج مقر الجمعية بقاعة البلدية. بعدين رجعنا عملنا لهم كروت وبطاقات لكل سيدة بطاقة عشان تسوق فيها، وعملنا لهم أختام، وعملنا لهم دفاتر وصولات عشان نكمل معاهم الشغل. هيك احنا بيكون وقفنا معاهم المرحلة الأولى. المرحلة الثانية نفسهم السيدات عشان يعتمدوا على حالهم أكثر، جبناهم وخليناهم يشتغلوا معنا على دورات يدربوا غيرهم عشان الاستدامة. اجوا اللي حبوا يشتغلوا بالتدريب، جبناهم عنا يكملوا المرحلة الثانية من شغلهم اللي هو التدريب والتسويق. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. هلا ننتقل إلى أحد أيضا المستفيدات من هذه الجمعية. الله يعطيك العافية، نتعرف عليك. خيرك. أنا أم محمد، أنا سيدة سورية. بلشت اجيت دورات، اول ما بلشت دورات عند رئيسة الجمعية وعند المدام ريما، وانا بلشت بالطبخات الشعبية، واحنا الحمد لله هسه عندنا مشروع انتاجي لمطبخ انتاجي ان شاء الله نشتغل فيه كنا ونشارك وننمي قدراتنا فيه، ويساعدنا على ازمة كورونا وان شاء الله ننمي نفسنا. الله يعطيكم. الله يخليك يا رب. ايضا ننتقل لاحد الشباب ايضا المستفيدين من هذه الجمعية. الله يعطيك العافية، نتعرف عليك. علاء ملوح من سوريا محمص. طب تحدثنا كيف استفدت من هذا المشروع؟ اول شيء بشكر جمعيه اهل الفردوس انه اعطتنا ملحه وبالحلو، يعني استفدت من هذا المشروع. نعم. طب تحكينا كيف الحلويات تم تسويقها من قبل الجمعيه؟ بالبيت قاعد وبلشت صنع شوي شوي حتى انتج. الله يعطيكم العافيه. نعم أيضا نلتقل إلى قصة أيضا هي الأولى من نوعها على مستوى محافظة المفرق، اللي هي الحديقة محل المنزلي. نتعرف عليك وتحدثينا كيف استطعت تحقيق هذا المشروع. عبير بني سخر، صاحبة منتجات الحديقة المنزلية. بداية كورونا والوضع الاقتصادي لازم فكرت يعني أنه لازم أعمل إشي فتحسين الوضع الاقتصادي، فأجيت على جمعية عبق الفردوس وساعدوني بمبلغ مالي بسيط، من خلاله بلشت أشتغل شغل يعني منزلي، منتجات منزلية زي المكدوس والمخللات والألبان والأجبان، وشوي شوي بلشت أطور الأمر لحد ما فتحت محل. ومحلي عملته طبعا هو الأول من نوعه، كان كمنتجات منزلية كاملة من يعني من جميع المنتجات. حكينا أيضا كيف يعني الآن صار عندك محل تجاري بالسوق في مدينة المفرق، كيف بدأت وش تحكي للسيدات الاستفادة من هاي التجارب؟ طبعا أنا طب بنصح كل ست يعني جالسة في البيت
بسبب الوضع الاقتصادي إنها لازم يعني تلاقي أي عمل تحسن الوضع المالي لها ولا منزلها، وتشارك أولادها، تشارك زوجها بأي طريقة بأي شغل، ما تستنى إنه الوضع المالي يدهور أكثر من هيك. تحكينا عن هاي المنتجات اللي حققتيها أبرزها، وفي عملية تسويق لها، وفي إقبال من قبل المواطنين؟ والله بالنسبة للمواطنين في إقبال، يعني بتعرف أحياناً أغلب الناس بيحبوا الإنتاج المنزلي أكثر شوي من المصانع، فبحس إنه لا إقبالها كثير ممتاز. وبنفس الوقت طورت أنا الأمر أكثر شوي عشان يعني أحس إنه في إقبال أكثر من هيك، يعني ما قعدت إنه خلص محل وانتهى، طورت الموضوع لمطبخ إنتاجي، وحتى يعني بعمل وجبات يومية يعني لكافة الدوائر الحكومية، للمنازل، للمحلات التجارية، وبنفس الوقت يعني عامل لهم عرض حلو إنه أنا بوصل لكم إياه مجاني لعندكم. أعطيكم العافية. الله يعافيك. ننتقل الآن إلى أحد السيدات أيضا استفادت من هذه الجمعية، الله يعطيك العافية، وإن شاء الله يعني مزيد من النجاح والتوفيق في هذا الإنجاز الكبير. تعرف عليك وتحطينا شو قاعدة تعملي. صباح الخير، معكم علي. أنا بديت مشروعي الحمد لله، كان مشروع صغير بدعم من جمعية عبق الفردوس، الحمد لله هم دعموني وساندوني نجاح هذا المشروع. شو هذا المشروع؟ هذا مشروع زي ما انت شايف اللزقيات العربية، أنا بعملها بالبيت، والحمد لله المشروع زابط معي وتحسن وضعي، والحمد لله بشكر أولادي لأنهم ساعدوني. يعطيكم العافية. الله يعافيك. نعم، يعني كما شاهدنا على أرض الواقع ومن زميلنا إدريس وزميلنا رياض أيضا على هذه الجهود المميزة منذ الصباح ونحن موجودون في هذه الجمعية، اطلعنا على واقع هذه الجمعية، على المشاريع الكبيرة والمشاريع الصغيرة، كيف استطاعت تلك السيدات من الاعتماد على أنفسهن من مشروع صغير إلى مشروع كبير، وأيضا فتح محلات تجارية، أسواق تجارية والتسويق لهذه المنتجات. هذا يدل على الحرص الموصول، وخصوصا في ظل جائحة كورونا، كيف استطاعت هؤلاء تلك السيدات استثمار أوقاتهن بكل ما هو مفيد، وخصوصا تنمية المجتمعات المحلية والاعتماد على الذات في تنفيذ مثل هذه المشاريع الصغيرة اللي تعود بالفائدة لهن أيضا وأسرهن، وأيضا وتحسين أوضاعهم الاقتصادية. عودة لك شهد و هبة في الاستوديو.